في 21 من مارس يحتفل العالم بذكرى عيد الأم. خرجنا إلى الشارع الطنجاوي لمعرفة الرسائل التي يوجهها الأبناء إلى أمهاتهم في هذا اليوم، ومن هنا إلى أمي وإلى كل أمهات العالم، كل عام وأنتن شامخات متألقات، كل عام وأنتن بألف خير. شنو تقدر تقول الوالدة ديالك في هذا النهار؟ الوالدة بوبرية مسكينة، الله يسمح لنا منها وسام، بوبرية تعذبات لينا صراحة. اي والله خلنا الوالد صغار ومشات وخدمت علينا ودمرت علينا، وهاي داك بوبرية صبرت معانا. بغيت نقول لها اسمح لي الوالدة بزاف، الله يعين. كان بغيك بزاف الوالد، ان شاء الله الله يعوضني عليك، نعدل لك شي حاجه كتبغيها في حياتك. الحلم ديالي، الحلم ديالي ان شاء الله علاش ما نديوهاش للحج، الا كان ان شاء الله وفقنا الله علاش ما نديوهاش للحج. كتشوفها تعذبت معك بزاف؟ تعذبت بزاف صراحه، خدمت وحنا صغارين وكبرتنا ربتنا وبريه تعذبات صراحه. امين الله ينورك اخا. بغيت نقول لام ديالي بانني كنبغيك بزاف، وانت هي احسن حاجه عندنا في هذه الدنيا، والله يخليك لينا. وبغيت نقول ايضا لامهات العالم كامل شكرا بزاف على السند ديالكم وعلى الوقفه ديالكم اللي كتوقفوا معنا حنايا، وانكم نتوما اكثر وحدين كتبغيو المصلحه ديالنا. ميرسي بوكو. اكيد الاب راه هو السند والداعم الاول من بعد الام الابناء ديالو. صافي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.